السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض في برنامج السكتش أب. احنا البرنامج ده سريع وخفيف، بتعمل أشكال بطريقة سهلة جدا. عايز إن أنا أشوف أجرب موضوع الشادو والفوج. لو أنا قلت له شادو هيبدأ يعمل لي ظل، تمام؟ تلاحظ الفرق لما أنا أشيل الشادو. طيب أقول له شادو وأجي هنا من الويندوز، هنا هقول له افتح الشاشة بتاعت الشادو عشان اتحكم في الظل ساعة كام، السنة كام او شهر كام. مثلا الظل بالشكل دوت، اقول مثلا خليها لي ساعة الشهور لما ادخل في الغروب كده، اللايت اللي نار قد ايه، الدارك يظهر في الجراوند ولا لا، يظهر في الفيس ولا لا. دي كلها حاجات بقدر اتحكم فيها في الشادو، تمام. طيب امال ايه بقى الفوج؟ الفوج ده اللي هي ايه، يعني كان في ضباب حواليا، تلاحظ ان شكل لما بعد بدا يدخل في الضباب. طب عايز ابدا اتحكم فيه، هدخل في الويندوز فوج، ابدا اشوف الضباب اللي هنا، اقول له مثلا لا انا عايز الضباب يبقى كتير قوي، لا انا عايز يبقى قليل خالص، مش عايز يبقى فيه ضباب. تبدا تتحكم فيه، او عايز اقول له انا عايز شويه ضباب كده في المنتصف، عايز يبقى لحد فين بالظبط، تقل الضباب كده يكون جامد شويه، اقول له ايه ابعده لي. ممكن اخلي الضباب ده مثلا لونه، تقدر تتحكم من لونه. انا تقريبا معلم معايا، ده بالنسبة للفوج والشادو. ويندو فوج، تبدأ تجيب الضوء كده وتبدأ ترجعه شوية. بحيث ممكن انت عايز تديها شكل ايه، زي كأن في ظل وضباب والحاجات ديت في قلب المبنى اللي انت بنيته او قلب الشكل اللي انت عايز تعمله زي ما انت عايز.